بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. نبدأ نشاطنا الرياضية من تأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003 لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، ده بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي اتلعب امبارح ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة. تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، وبعد كده نجح منتخب مصر الشباب في إدراك التعادل عن طريق أحمد حواش في الدقيقة 32، وسجل صلاح مصطفى باشا هدف منتخبنا الوطني الثاني في شوط المباراة الثاني. النهاردة متابعي الكرة المصرية على موعد مع المواجهة المرتقبة اللي هتجمع ما بين الزمالك وبيراميدز في 9 مساء على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسة الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز. المباراة دي تعد من المباريات الحاسمة نظرا لمنافسة الفريقين على اللقب، حيث بيرفع كل فريق شعار الفوز من أجل الاقتراب أكثر من الفوز بدرع الدوري، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بنفس عدد المباريات. فريق باريس سان جيرمان تم تتويجه بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على فريق نانت المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد. فازوا بنتيجة 4-0 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح، سجل النجم الأرجنتيني ميسي هدف التقدم لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة 22 من المباراة، وبعد كده أضاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني من ضربة حرة سددها بطريقة رائعة في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والهدف الثالث سجله النجم الأسباني سيرجيو راموس في الدقيقة 57 من المباراة، واختتم النجم البرازيلي نيمار رباعية الباريس عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 82 من اللقاء. وتم تتويج منتخب انجلترا ببطولة كأس أمم أوروبا لسيدات يورو 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ده بعد محقق الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة اللي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، وكان وسط حضور جماهيري قياسي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لمحمد بسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير لمصر. شكرا ليك يا دينا.